وكان عارف ان العنوان وموضوع الفيديو بالكامل غريب، وازاي انا هبتدي من الصفر بعد ما بنيت كل ده. بس اسمعوني، انا بقالي فتره طويله جدا، حوالي 4567 يوم شغال على العالم ده، وبنيت قلع واماكن كتيره حلوه. لكن انتوا تعرفوا انا بقالي قد ايه في العالم ده بالوقت الفعلي؟ 11 شهر. فعشان كده انا محتاج زي ريفرش عدد ضبط مصنع، وعدد ضبط المصنع بتاعتي هتكون لنا اسيب كل حاجة ورايا وابتدي من الاول. هل ده معناه ان هيبقى عندك منطقة جديدة؟ يب، احلى منطقة في الماب كله. المنطقة دي انا اخترتها لسبب معين جدا، اولا مساحتها الكبيرة الحلوة، كمان للمناظر الخلابة. المنظر ده لوحده يعني مش طبيعي، انا اوريدي عارف انا هعمل ايه هنا. خلينا نعد الحاجات اللي عندنا. عندنا جبال من هنا، وورا الجبال دي كمان في كده منطقة واسعة كبيرة زي وادي. عندنا بحيرة ضخمة هنا ممكن نعمل فيها حاجة رهيبة، انا اوريدي عارف انا هعمل ايه، تبقى حاجة رهيبة جدا. عندنا كيف هناك كبير هندخله، وكمان عندنا الغابة. او بطير، نختار الاول مكان حلو كده زي مثلا تهيالي هنا كويس، ونعمل حفرة حط فيها دبل شست، حط فيها كل ادواتنا وحاجاتنا، ومن ضمنهم التوتم. يب، احط التوتم كمان، اخد بس الديرت عشان اعرف اطلع. دلوقتي هندفن الشست ده كده اهو، وهنحط بون بلوك فوق، ودي علامة لمقبرة عمر فايف. هنا هتفضل موجودة حياتي، ومينفعش استلمها ابدا الا لما اجيب حاجات نفس قوتها. يعني لازم اجيب دروع فل تطويرات وادوات فل تطويرات نذر رايت عشان اقدر اخد حاجاتي دي تاني. كده يكون التحدي بدأ رسميا. اوكي، خلينا نبدأ الرحلة الجديدة بتاعتنا. بالنسبة اللي انا هبتدي من الاول في العالم ده، فانا هنزل رابط تحميل للنسخة دي بعد الحلقة دي مباشرة على سيرفر الديسكورد، وهتلاقوا رابط الديسكورد في الديسكريبشن. خلينا نجيب الحاجات البدائية الاول. هنا الوضع بدأ يبقى غريب شوية. لازم اسيب اليوتيوب وادخل في مجال المهرجانات. يا دنيا حلوة مشبرة، يا كل يوم تديني كزبرة. الله اكبر، اوف، احلى في ديب دارك تحت. يا وقت ننزل، يا الله على الله بقى. ولا تعالى ناخد المكان ده. حسب كده، حسب كده يا سعادة البيت. انا يقول لي ايش؟ يقول لي يوم من الايام جت لجميري ايام تشتكي الزومبي لاب الذهب، وانا يا اخواتي مش لاقي ايرون يا حياتي. الزومبي لاب الذهب يا اخوان، وما بضربتين والله، وهذا مسك لحم اخوه عشان بيحبه هواي. بام 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 براوي، بام 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 براوي براوي براوي. يا انا انسان غريب اوي. بوم 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 بوم، بقينا في فول دايموند. دلوقتي اقدر انتبه لمخططنا للمكان ده. في الحالة دي هنبدأ بأول حاجة، بيت أحلامي. شوفوا، أنا طول عمري كنت نفسي في بيت يعتبر تاور وفي نفس الوقت بيت، لأني كان نفسي البيت بتاعي يطل على أماكن كتيرة وأقدر أشوف منه حاجات كتيرة من فوق. فعشان كده أنا قعدت فترة طويلة النهاردة الصبح قاعد بصمم في البيت ده. وكان المفروض إن يكون ملوش ستايل في البناء يعني عامة، ولكن في الآخر طلع شكله فانتسي، فما أظن تقدروا تقولوا إن أنا عايش في برج ساحرات. التصميم صراحة ما خدش وقت طويل، لأن أنا كنت أوريدي أنا عارف أنا عايز أعمل إيه. أغلب الناس اللي بتصمم بنايات متبقاش عارفة هي عايزة تعمل إيه غير لما بتبدأ تبني، فده بياخد وقت طويل. أما أنا أوريدي كنت راسم البناء أصلا في دماغي من زمان، لأنه حرفيا بيت أحلامي. لكن بيت أحلامي شايف من غير بالمنطقة بتاعته كمان، لأنه في نفسي أنا يكون عندي بيت في غابة كده حبتين بسيطة، بتكون بعيد عن اي حد حرفيا. يعني انسان متوحد. في السلسلة دي انا بنيت بيوت كتيرة، منهم بيوت انا عشت فيها ومنهم بيوت انا ما عشتش فيها اصلا، لكن البيت ده استثنائي. انا اهتم بكل تفصيلة فيه، وانا بتكلم كل تفصيلة صغيرة. فبما ان احنا خلصنا التصميم الخارجي، دلوقتي جه وقت المنطقة واللي هي هتكون اللي انا واقف فيها دي. ليه؟ سؤال غبي طبعا، لان دي اكتر منطقة مسطحة موجودة، زائد كمان ان في هنا نزله ممكن استفاد من المكان ده اللي انا حوله مزارع بعد كده. والغابه اللي ورايا دي هنعمل فيها شغل نار. وحاليا ده هو البيت. شستين كرافتن تيبل وافران كتير قوي. لما انا كنت بجمع دايموند جمعت كافي عشان اجيب اوبسيديان. دلوقتي كل اللي محتاجه الانشنتد تيبل، واللي انا اطور البيكاكس ده عشان اعرف اجمع الموارد بتاعت البيت. يعني كنا بنعمل الموضوع ده ازاي بقى؟ انا محتاج بوك شيلز. بس في قرية هنا يا شباب، تفتكروا لو اروح اقدر الاقي فيها بوك شيلفز ولا لا؟ ما اظن، بس خلينا نغامر ونروح نشوف. في الطريق برضو لو لقيت شجر كان، لان معيش ولا حبة. وات ذا فوك،
الطفا ايش بتعمل هون؟ اللي ده في كمية. هاي جايز اخباركم؟ ما مش عايز تهوش معاكم صراحة دلوقتي، مش مستعد لكم انا. اظن انا هلاقي اي حاجة هنا صراحة. امرل والطاهيل برو عايش على حافة العالم حرفيا. اوكي اظن ان بقى معايا جراس زي ما توقعت، فيش حاجة لي انا. ده معناه ان انا لسه ماخد الشجر كاندي وارجع البيت. فاللي انا اعمله بسيط جدا يا شباب، تمام؟ احنا هنحط مية هنا، حلو جدا، وهنحط عليهم الشجر كاندول ونستنى. يب ده كل انا هعمله حرفيا، افضل شغال على الشجر كاندي لحد ما اجيب البوكشيلفز، واللي هو مش هيطول، مش هيطول ابدا. انا متاكد انه مش هيطول يا جدعان، تلوش عندي الموضوع، مش هيطول ابدا. اوكي دلوقتي اخيرا نقدر نطور، بسم الله. فورتشن 2، هستغرب صراحه لو طلعت لي فورتشن 2. بسم الله فورتشن 2 بس طبعا. بس حبي انا معايا 639 ليفل، مش هحلك النهارده غير لما تطلع لي التطويرات اللي انت وانا عارفينها. سلك تاتش مش احسن حاجة في وضعنا الحالي، والله يمكن يكون احسن حاجة مش تصدق. اوكي هاتي تطورات احسن، يلا افشنسي 4 ان بريكنج 3، بس ده كل اللي محتاجه حرفيا. ايزي بيزي ليمون سكويز بوم بيبي. اوكي اظن انا محتاج اطور كله بقى، يلا ما بين لنا هنا ومعايا ليفل. اوف اوكي نايس. اوكي ما فيش مشكلة. اوكي انا طورت كل حاجة معايا، واظن انا دلوقتي مستعد لتجميع موارد. والموارد اللي احنا محتاجينها بسيطة جدا جدا، اولها الريد ساند ستون. سو يا هنحتاج نروح المنطقة دي. رحت المنطقة دي وبدأت اجمع الساند لحد ما مليت حرفيا، وجمعت باقي موارد البيت واللي كانت عبارة عن خشب فقط. وبعد ما جمعت الموارد كلها اللي انا محتاجها، جه وقت البناء. طبعا انا شلت كل حاجة في المنطقة اللي كان المفروض البيت يتحط فيها عشان استعد المنطقة، وكمان سطحتها شوية بحيث ان البيت حبتين كبير، فهو محتاج منطقة كبيرة. وبعد كده بدأت عملية البناء اللي هي يعني تقدر تقول ان انا خلصت فيها فيلم وانا قاعد ببني. انت حرفيا مشغل فيلم على الشاشة التانية وببني على الشاشة الاولى. وبعد ما خلصت بناء صراحة النتيجة احلى مما توقعت، البيت طالع بطريقة مش طبيعية ومتناسق جدا مع بعضه، خصوصا في المكان اللي هو فيه، وخصوصا بعد ما نعمل الحاجات اللي حواليه هيبقى مش طبيعي خالص. قولوا لي رايكم في البيت في الكومنتات، وقولوا لي رايكم برضو في الستايل بشكل عام. طبعا المكان ده مكون من كذا غرفه يا شباب، كل غرفه بتبقى احسن من الثانيه. انا لحد الان ما عملتش غير التصميم بتاع المكان الرئيسي والمخزن، بس هحاول اعمل الباقي. يو اصبر، خد عايز تاكل؟ ها خد 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 اوكي خلاص العافيه بتاعي. صدق بالله انت عجبتني، خد خد تعال. من اول عظمه برو. شوف بمناسبه انك حبيتني من اول عظمه، انا عندي اسم رهيب ليك. طبعا انا معيش نمتاك عشان فقير، انا كنت غني وبقيت فقير، ولكن انا اسميك جعفر عشان انت شكلك شبه جعفر. ماشي جعفر، تعال ورا جعفر، تعال تفضل تفضل ادخل ادخل تعال. ايوه عاش مش طبيعي. تعال تعال عايزين نقعدك في حته حلوه بس لو بس. ايوه عند السجاده، بس خليك اقعد هنا. ده مكانك يا جعفر لحد ما الاقي لك نمت. تعال اخدكم في جوله في التصميم الداخلي كده بالمره، بان احنا حطينا جعفر هنا. زي انت ما تشوفوا دي الغرفه الرئيسيه اللي الناس هتيجي تقعد فيها وناكل عليها وما اعرفش ايه واشياء. طبعا الاكل بطيخ كالعاده. حيطان الديب سليت مديه شكل حلو قوي مع السبروس، وده عاجبني. تطلع هنا يا باشا عندك البلكونه، تفرج على شجرتين الاتنين اخوات على فكرة. ومن هنا عندك اكتر سلم معوق في الحياة، وهذا السلم المعوق بيوديك على غرفة المخزن. نعم غرفة المخزن حبتين ضيقة، فانا حاولت ان انا استغل المساحة لقد ما اقدر. عندك هنا الخزينة اللي هيكون فيها الدروع الاحتياطية بتاعتي، ولما تيجي تعدل الممر ده اوف تكتشف ان في صف شستات تاني في خنزير هنا لسبب ما. تطلع من الباب ده هتلاقي بلكونه تانية هتطل على المشروع الجامد قوي اللي احنا هنعمله هنا. تطلع من الباب ده كمان هتلاقي برضو نفس البلكونه، بس المره دي بتطل على المنظر الرهيب ده. ولو نطلع من هنا كده اوريكم السقف من فوق عامل ازاي، هتكتشفوا
انه في كذا دور تاني فوق. واحده من الغرف دي هتبقى غرفه خريطه وعلى الاغلب هي اللي انا واقف فيها حاليا، وغرفه تانية هخليها للمنتسبين، احط فيها اسامي وزي تماثيل صغيره للمنتسبين كده. على ما اظن هيتبقى غرفتين او زياده، قولوا لي ممكن نستفاد بيهم ازاي في الكومنتات. كده نكون خلصنا اول مرحله يا شباب من المنطقه الجامده قوي دي. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت. اشوفكم الفيديو الجاي اللي هو بالمناسبه هنعمل حاجه رهيبه جدا هنا. بيس.